أني شعرت هالأمل وأسراني شوي. صباح الخير أستاذ. أهلا. صباح الخير. عفوا، مين حضرتك؟ أنا سوسن. مين سوسن؟ سكرتيرتك الجديدة. أهلا أهلا. نعم نعم، أنا سكرتيرة وأنا جديدة. أنا سوسن بنت لسامي الموظفة اللي عندك هون. اجينا لعندك مبارح قلت لي اجي بكره، وهي انا اجيت قبل الدوام كمان. قد ايه انا نشيطه وتنبسط مني. امك وين؟ امك بمكتبه. يا ريت رحت نهدي لها. شو عم تعملي هون؟ عم دود. عم دور على جدول اضافي استاذ. ما بتعرفي انه جدول اضافي انا اعطيتك اياه وهو على طاولتي؟ يك والله تذكرت استاذ، لا تواخذني نسيت. تفضلي لمكتبك ولا بقى تعيدي هالحركات. حاضر استاذ. يلا. شو انا بمديريه ولا بعصفوريه؟ جننوني. ولي على بعضي تحلحلوا براغي رجلي. ايش وجعبه هلا؟ ما في بالعاده يجي بكير. انا الحق عليه كان لازم اجي ابكر شوي. شو عرفني انه بده يجي بكير؟ بس لازم اعرف شو كان عم يقرا. وليش عم يجي الشنطه كمان؟ هاي ما مشي حالها، هاي ما حركت ساكن، هاي الخطة تي 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 مثل ما رحتي مثل ما اجيتي، وهي سمعان مو هون، هاي نهائية تقول ما عملنا شيء. نجرب هاي. مين؟ أنا. مين أنت؟ نسيت. إيه أنت أمل، عرفتك. شو بدك؟ أستاذ نسيت النظارات جوا. خلص بعدين بتاخديهم. معناتها ما في أمل غير هي. أمل؟ نعم. استاذ يعني مش هالنظارات ايش باخذهم؟ خلص قلت لك بعدين بتاخذيهم، يعني بعدين بتاخذيهم. عم جيب صفق الحلو لسلوى ومنال. حلوان تعينك سكرتيرة المدير، اكيد هلا لما راح يسمعوا الخبر راح يطقوا من الحسد، راح ياكلوا الحلو هن عم يغلوا غلي. لا تفرحي كثير، السيد المدير عاوزك. اجا؟ نعم اجا. وشافك؟ شافني. ايه وعملتي مثل ما قلت لك؟ عملت. شو عملتي؟ هيك عملت. ايه احكيلي احكيلي، فرحي يا قلبي. شو قال لك؟ روحي ابعثي لي امك. ايه وشو بده مني؟ ما بعرف. أكيد بده يتشكرني على هيك سكرتيرة حلوة ونشيطة. دعي معي لعنده ولك تقبر أمي. شو عم تعملي هون؟ شو عم بعمل يعني؟ قاعدة بمكتبي. شو القصة؟ ما بعرف. ايه المدير طالبني بدي فوت قابله. افوتي تفضلي. مين؟ انا سوسن ومعي امي. ايه تفضلوا.
شو هذا اللي عملتيه يا ست سامية؟ خير استاذ شو في؟ كيف بتجيبي بنتك على المديرية وبتحطيها على مكتب السكرتيرة؟ انت قلت لي؟ انا؟ امتى؟ امبارح استاذ قلت لي تعال بكرة، واليوم صار بكرة، وإذا بدك بنروح بنرجع بكرة. ايه بنرجع بكرة. لا بكرة ولا بعد بكرة، أنا مالي بحاجة موظفات، بعدين السكرتيرة اللي عندي كتير مريحتني. بس يا استاذ. لا بس ولا خس، إذا سمحتي خدي بنتك ويلا يلا. مشي ماما مشي. مشي ماما مشي. بس قلي روزي ها. ما بدك تستلمي مكتب السكرتيرة؟ بعت لك حمى شو حلوة. الحمد لله اللي خلصنا منه. لا اتصل بمدام هناء وبشرها. تو 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 تو. يعني مشغول. أنا برجع بتصل فيها. حبيبي شو هاد حلو؟ مين جايبه؟ هي اكيد سلوى صالحت مع جوزها وجايبت لنا حلوان الصلحه. صباح الخير منوله. اهلا سلوى. كيفك حبيبي؟ اكيد اتصالحتي مع جوزك. مزبوط. شو عرفه؟ صفت الحلوه اللي على الطاوله. انا صفتي بايدي، هذا ما انا جبته. مين جابه؟ ما بعرف. يلا زيادتك الخير خير، فرجينا شو جايبه معك. لا استني بالاول لحتى تجي ساميه. ما حلوه لك يا هلا بتلاقيها على الطريق، مش شايف المديريه عم تهز. ها اجت ساميه ومعها سوسن كمان. ما قلت لك المديريه عم تهز. شو ساميه؟ اكيد صفت هالحلو حلوان وظيفه سوسن، مو هيك؟ ايه الف 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 مبروك. ما بتتصوري قديش انبسطت لك، من صمصوم قلبي انبسطت لك. باركي لها لسه لو صالحت مع جوزها. مبروك. الله يبارك فيكي. شو سامية؟ شايفتك مالك فرحانة، خير في شي؟ الو اعطيني خط، بدي احكي مع ابو حازم. عنا تعلم تعلم حيهم، عنا تعلم حيهم، عنا تعلم حيهم. فرحانة كتير مبسطة. احكي لنا خلينا نفرح معك. يا ستي من لا انتي جوزي. شو بو جوزي؟ حبيبي جميل عم يتغير. عم تحكي جد؟ ايه جد لك المزر. يعني هلا اذا رحت لعندكم بيقول لي كيفك وشلونك؟ امه لهالدرجة مو معقول ينفرد لسانه وفرد طلقة. لكان بشو متغير؟ يا ستي من لا انتي عم يوقف قدام المراية لمدة ربع ساعة ويستشور شعراته ويحلق دقنه ويتبرفان، وعم يغير ثيابه كل يوم، عم يلبس احلى ثياب عنده، وفوق هذا وهذا بده يغير السكرتيرة وحالسكرتيرة حلوة. لا تقوم المي ماشية من تحتك ومالك حاسة. شو قصدي؟ قصدي واضح، أكيد لا فيلو على شي وحدة هي اللي ورا التغيرات اللي طرقت عليه. مين؟ جميل؟ إيه إذا بشوفه بعيني عم يضم وحدة بقول هذا ليس جميل. إيه ما زال بيستحق لك شلوني؟ كان بشو بتفسري هالتغيرات المفاجئة بسلوكه؟ بجوز على قد ما حكيت معه عم يحاول يتغير مشان يرضيني. بجوز. على كل ديري بالك أنا علي نبهك. إيه شو مفكرة كل رجال مثل جوزي؟ الو ايه ايه ايه. الله يبشرك على الخبريه، فرحتيني كثير. احطي لك. ليش انزعجتي؟ حدا بيزعل من البشاره؟ امو لما تعرفي شو البشاره بالاول. شو جميل قال لها على السكرتيره العلوه وغلبني كده الجمال ابد. تفضل استاذ. شو هاد؟ هذا حلوان الصلحه. احمد امبارح رجع على البيت وتصالحنا. الف مبروك ان شاء الله. الله يبارك فيك. لو لك ما بعرف شو كان صار فيني. انت اللي انقذت حياتي، انت رديت لي روحي، انت رجعت الابتسامه لشفايفي. خلص خلص ماشي، بس المهم انك تعرفي كيف تهتمي بزوجك. خلص اليوم قبل ما اجي على الدوام سالت وين بده يروح، مع مين بده يقعد، وامتى بده يرجع البيت. هريته بالاسئله هري. برافو عليكي، بس وقعك ترتكبي الغلطه تبع رفيقتك منالها، يعني لازم تختاري الوقت المناسب اللي تسالي فيه، مو يكون تعبان وهلكان وتنزلي عليه سخ بالاسئله، ما بيمشي الحال. حاضر استاذ، وانا متشكرتك كثير على النصيحه القيمه. شكرا الله يخليني. خلص 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 روحي خلص بكفي. ماما. نعم شو بدك؟ نطول الاكل. لا حبيبي مو مطول. نستنى البابا ولا بدنا ناكل قبل ما يجي؟ انت شو رايك؟ انا رايي ناكل قبل ما يجي. ليش ما بدك تاكل معه؟ هو ما بده ياكل معنا. ومين قال لك؟ امبارح استنيناه برد الاكل وما اجا، واليوم كمان ما رح يجي. روح شوفي مع مين عم يتغدى. لا
حبيبي امبارح حالي نادره، اليوم اكيد رح يجي يتغدى معنا. بتشارطي؟ بشاري. من شو لشو؟ يلي بدك يا. اذا اجى على الغدا انا بروح معك مشوار، واذا ما اجى على الغدا تاخذيني معك مشوار، اتفقنا؟ اتفقنا. خذ معك الخبز على الطاوله حبيبي. يا لطيف ما اذكى على جهتين ربحانا. لأنه مطعم بدي روح اليوم؟ ما رح روح اليوم على المطعم، ما بحب أكل المطاعم أصلاً. هالخطة فشلت، لروق اتغدى بالبيت وخطط لخطة جديدة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. شفت؟ هي جابوك. شو بدي أعمل؟ معي هالمرة خسرت الشرط. يلا امري لالله رح روح معك مشوار. اهلين بابا. اهلين ارجيلة. يا مرضي انت خير؟ هلا شو القصة؟ اهلين جميل. لا ما في قصة ولا شيء، فوت غسل ايديك مشان تاكل الشرحات لساتهم مسخنين. وانت كمان يلا يا طارق. اهلين سهام. اهلين بالحامل والمحمود. يا مرحبا جارتنا ام محمود. اهلين وسهلين. بتسلم عليكي ماما وبعدت لك هدول تذوقيهم. ليش معذبين حالكم؟ انا اضطرت وقع من الريحه. فوتي سهام. بخاطرك. فوتي تغدي معي. انا تغديت. لك تعالي. لا بخاطرك يلا باي. كيفو امجد واغيان؟ منيح. بوسوا ايديك. يلا باي. مع السلامه. بعت لي غدا من غامض علمه بدون ما اتعفي. منيح اللي ما قليت البطاطا. اشو عليه؟ بكره بقلي يوم. لك العمى بعيونك العمى، مالك شايفتيني طول الحوره؟ مالك طاصصتيني؟ شو ها؟ هدول بس اللي بعت لي؟ ما بيشبعوا صوص العمى، ما ابخل العمى. تروحي قتل مالي شايلتك من ارضك. رايحه بدعس عليكي وجايه بدعس عليكي. هذا حلواني لاني خليت جارنا جميل يعطي بنته دروس ببلاش، قصدي مثل البلاش. فكرت بعدت لي جاجي او ديك. يلا ماشي حالون. نعمت كريم. يا لطيف شو بتحب البصل يا جميل؟ ليش كل القهر؟ اذا بتتضايق من ريحته ما باكل. ها لا خذ راحتك ان شاء الله. صحتين وهنا. طب نسيت قلت هاي واسطتك رفيقتك هبه مشي حالها. ابن خالدها رجع مرته وتصالحوا. ايه الحمد لله. مرته بعد ما رجعها اجت لعندي تتشكرني. الله يخلي لنا اياك يا استاذ جميل. مالنا غيرك يا استاذ جميل. الله يديمك يا استاذ جميل. انا كثير فرحت. اجت تتشكرك لانه بتفهم. وحده غيرها كانت نسيت. هلا هذا رايك؟ طبعا. صحيح ما قلت لي ليش قلعت السكرتيرة الجديدة؟ انت شو عرفت؟ الزقزوقة قالت لي. انا بصراحة قلعتها لانه حلوة زيادة عن اللزوم، وبعدين دلوعة زيادة عن اللزوم، وصغيرة زيادة عن اللزوم. وشو بدك احسن هيك سكرتيرة؟ خفت تلطشني منك. لا تخاف ما حتلطشك، بعرف شو عندي. اهلين ام محمود. اهلين تفضلي. بس باكو ما عم تتغدوا؟ عم نتغدى. معناتها حماتي بتحبني. جيت بوقتي. اهلا وسهلا تفضلي. والله جارنا ما بتقوم. كمل اكلك ولا قال لك املي صحن هالشرحه. جايبت لك اكله بتحبها كثير. تفضلي ام محمود اقعدي. يسلم لي الذوق. مع احلام. شايف جميل ام محمود جايبت لك كوسه محشي الاكله اللي بتحبها. شايف ما لذة؟ الحقيقة هدول الكوسايات المحشيات مو أنا طبختهم، جارتنا أم تحسين بعتت لي إياهم. جيت أنا.
بدي اكل كوسه محشي. انت تذكرت جارنا ابو طارق بحب كثير الكوسه المحشي، بتقطعت عن تمي وقلت خديهم لجارنا ابو طارق بينبسط باكلهم، ومنه بتغدى معكم احسن ما اتغدى لحالي. شايف جارتنا ام محمود قطعتهم عن تمها وجابت لك اياهم. تفضلي ام محمود، ليه ما عم تاكلي؟ إيه ليش عذبتي حالك؟ انصبيت لحالي، يسلموا. صحتين وهنا. ايمو الصحن من خلقتي. شبهن جارنا الكوسايات؟ فيهن شي ريحة؟ مثل الفلة، تازة، اليوم ام تحسين طبختهم. لسا امبارح اكلت كوسا، مو جاي على بالي كوسا محشي. مع اساس بتحبه كتير كتير، واذا بتصدق تاكله كل يوم كل يوم ما بتكرهه؟ بطلت العادة. الحمد لله ريحتني، كنت كل ما تقلي احفري كوسا كان يغب على قلبي. يعني هالشي يفرحك؟ طبعا اللي بريحني بفرحني. شبو شو صار له؟ شبع. وانا كمان شبعت. وانا كمان شبعت. ايه شو بلاقي؟ ما بقي حدا غيري على الطاوله. عادي كلي ام محمود لتشبعي، البيت بيتي، لا تستحي على مهلي، وهي انا قاعده معك. ما في داعي حبيبتي، روحي انت شوفي جوزك. شو انا غريبه؟ صحتين وهنا ام محمود. طرايا هالشرحات مثل الفستق، يحلي لحقتهم قبل ما ياكلوهم. شرحات هي mm-hmm.